اولا الطريقه دي كلها جميع الانديه ما تنفعش فيها الطريقه ديت لسبب معين. النهارده الطريقه ديت مش هتطلع لنا مواهب، بدليل ان حتى المواهب في الانديه كلها اصبحت مفيش. تمام، النهارده كان عندك سردي باك، مفيش سردي باك لان مفيش طريقه اصلا تختار بيها. كان عندك مهاجم صريح، مفيش. ما عندكش المهاجم زي الخطيب، زي كابتن الخطيب، زي الكابتن حسن شحاته، زي الكابتن الخواجه. الناس دي خلاص، الناس دي اختاروها ازاي؟ اختاروها عن طريق الكشافه. فين الكشافه؟ حضرتك الطريقه ديت عمرها ما تطلع مواهب، لان اعداد كبيره جدا، كل جاي بيتمنى انه يلعب في النادي اللي بيحبه. اختبارات اعداد مهوله موجوده، وبعدين اللي قاعدين في الملعب هيبص على مين ولا مين ولا مين، فبيبقى قليل قوي. ممكن يختار واحد او اثنين او ثلاثه او 10 ويظلم 100. بتفرز حضرتك، وبينقوا الناس بضمير يعني. بس هم بس احنا عايزين الكوره تبقى في مصر لكل الناس، مش للاغنياء بس ولا للفقراء بس، الكوره لكل الناس، كل واحد بيعرف يلعب كوره يلعب كوره. والله من وجهه نظري يا فندم لا، لحد بعيد، لان الاختبارات سريع، عدد المقبلين عليها كتير جدا. يعني انا في النادي الاهلي هنا في 2007 2008 2009 عدد المتقدمين كتير جدا جدا. الفتره الزمنيه عشان يختبر فيها الولد قليله جدا. بعيد عن الكلام، هو الحد كبير بس عايزه وقت كبير قوي عشان يفرز لعيبه. مش معقول في 10 دقائق او ربع ساعه ممكن احكم على ان ده لاعب او مش لاعب. لا، هي طريقه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في الانديه الثانيه انا شايف ان رحت كذا اختبار وكذا مكان، حسيت ان في وسايط. هنا ما فيش وسايط، ولكن في مشكله واحده بس، تكدس بتاع العدد. هو ده المشكله اللي عندنا. انا كان رايي او كان وجهه نظر ان ممكن يبقى كل سن اليوم، ده كان افضل. ليه؟ عشان العدد كبير جدا دوت. هو عامه اختبارات الانديه فرصه بتبقى جيده بالنسبه للاعمار السنيه المختلفه، لان كل ما وسعنا القاعده بالنسبه للاولاد الصغيرين دول، كل ما يبقى عندنا جيل يعني بيلعب كره كويس. دي اكتشافات طبعا غير تاريخيه، يعني غير مسبقه. حاليا دلوقتي الناشئ، الاختبارات دي بتفرزنا ناشئين على مستوى عالي جدا جدا جدا. اولا بينموا عندهم المهارات والقدرات، تنميه صحيحه، بدايه من بدايه من الاعمار السنيه المختلفه طبعا. طبعا اختبارات الانديه حاجه كويسه جدا، لان اصلا مصر فيها مواهب كتير جدا، وكمان في المحافظات يعني غير القاهره والجيزه في لعيبه كويسه جدا. بس المشكله ان الاعداد بتكون كبيره، فما بناخدش مثلا الكم المطلوب. يعني احنا لو خدنا عدد كبير من الناس، يعني مثلا بيقبل 2 او 3 في من 100 او 1000، فالناس فيه لعيبه كويسه كتير بس بتتظلم يعني، عشان ما بتتشافش كويس. حضرتك الاختبارات بتاع الانديه، انا شايف ان العدد كتير، وشايف ان الشباب ما بتاخدش حقها في الاختبارات، فالوقت اللي بياخدوه مش كافي ليهم بالنسبه لهم ان هم يشوفوهم كويس. في اطفال مثلا ما بتصلهمش الكره خالص في اثناء الاختبارات، ان كان مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعه، في ناس ما بيصلهاش الكره خالص، فازاي هو بيحكم عليه بناء على هذا الاساس لما هو ما وصلتلوش الكوره؟ الاختبارات الانديه السنه دي يعني ما شاء الله على واخده كميه كبيره من الاطفال ومن اللعيبه اللي هي ناشئين، بس يا ريت تكون في فرصه، لان في شباب جاي من طبعا من الارياف، وفي شباب جاي من القاهره، والكميه كبيره. فالخمس دقائق اللي موجوده اللي بينتخب فيها اللعيب او بيمتحن فيها مش على قد يعني المسؤوليه. يعني واحد جاي مسافر النهارده هياخد 10 دقائق هيطلع ايه؟ لازم تدي له فرصة أكبر عشان يبرز الموهبة اللي عنده. ما أنا بقول لكم مش كلام أنا. لو واحد بيقول لك ربع ساعة، لا مش ربع ساعة، ده لو إداهم 10 دقايق هي بتبقى من 5 دقايق لست دقايق. وقال لك العدد غير عادي اللي بيجي. فواحد قال مدرب نادي، أنا ما بتكلمش النادي الأهلي، أنا عارف، لأن النادي الأهلي فيه أكاديميات بره في المحافظات، فبتسهل له حاجات كتيره جدا. انا بتكلم عن الانديه الثانيه، لان النادي الاهلي مش هيلعب لوحده. فين الاسماعيلي اللي كان بيطلع ناشئين يكسروا الدنيا؟ فين نادي الزمالك؟ فين الاتحاد؟ فين المقاولين؟ فين الانبي اللي هي كانت مكسره الدنيا؟ الكلام ده كله فين؟ مش موجود. فواحد اقترح كويس قوي، وقال لك ان نعمل لكل يوم او يومين، انت لمده شهر اعمل يومين لكل للمرحله سنيه معينه عشان تشوف براحتك. ادي فرصه للولاد الصغيرين، نملكوا في مواهب كتيره جدا، في مواهب كتيره جدا، انما تدي في ولاد بتنزل تلعب بالخمس دقايق بتجريهم، ما هيمسك الكوره فين؟ وكله بيجري على الكوره، ما حدش عارف حاجه. فاتمنى ان يبقى في نظره اكتر من كده بالنسبه للانديه.
انا ما بكلمش عن النادي الاهلي، هتقول لي انت عشان الاهلي، لا ما بكلمش عشان الاهلي، ليه اكاديميات في كذا محافظه من المحافظات وبيقدر يختار كويس، انما انا بتكلم على الانديه الثانيه لان في ناس مظلومه كتير جدا، في ناس مظلومه كتيره جدا. هكتفي بالكلام ده النهارده، وكل حاجه هتبقى مش كويسه هلقى عليها الضوء، والحاجات الكويسه هلقى عليها الضوء برضو. انا ما عنديش حاجه، انا بتكلم دي امانه، والاهالي بتقابلني في الشارع وبتكلمني وبشوف التليفونات اللي بيجي لي قد ايه عشان خاطر اكلم ده واكلم ده واكلم ده. واحد يقول لي ابني والله هتشوفه محمد صلاح، مش انا اللي قلت له مش انا اللي هشوفه، في مدرب هو اللي بيقيم، هو اللي بيشوف يقول لك ده كويس ولا مش كويس.